عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. المهم غادي نخليكم مع لا فيديو ديجا صورت عليكم. اليوم قررت انني غادي نخوي البلاصه كامله اللي عندي فيها الصبابط لتحت واحد البلاكه. خليت الصبابط باقيين عندي بزاف مخشيين في الدريسينغ، مي هادوك خصني نقادهم اتنيتوايا اللي غيتقاد يتقاد. خليكم مع لا فيديو. الجاكيطه كنت قلت لعادل ديرها ليا وسط البوسيت، ساعه خلا عليا برا البوسيت كاع تغبرات كاع ترولات. اول حاجه ني طويت البوسيت ديال سيليا غير بيدي هكا، المهم خفه مزربل ما حكيت الصراحه ما والو. هاد البوطات في الخرج راح تيدي واحد الجرحه ما نقولش لكم، حيت البوطه عامره وبوطه خاويه. تما حط لي عادل عرمض القزادر ديال القفل اللي حيت بدلنا مؤخرا. هادي الطبله ديالنا ديال البيكنيك اللي كنديو معانا. المهم تشوفوا معايا، تشوفوا معايا الروينه كيف ما هي على طبيعتها. هذاك البلاكار مسكين والله الا هز ليا بالي بزاف 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 وما سخيتش نحيدو الصراحه، عزيز عليا، عندي معاه قصه كبيره بزاف. المهم نخليكم مع لا فيديو. حاجه درنا هي اننا جبنا العده سطون الكراطاج فيه. المهم داكشي كله اللي غنحتاجه. اول حاجه هي انا مسحت الحيطه غير بهاد الشطابه هادي. هادي كتقول لي ماما الشطابه ديال ديك حشوره ديال ديك السحيره. المهم غير الماء خفيف، راه ماشي شي حاجه اللي كتستحق زعما، ولا غير مسحت داكشي وشطبته ودرت واحد الشفيفه خفيفه ظريفه. اهم حاجه عندي كنت باغا نيتوي الصراحه الصبابط، حيت راكم عارفين دابا جا البرد، خصني الصبابط ديال البرد كلهم يتنيتوايا ويدار لهم البوربو ويتشمشو، واللي غتصبو نتبل، وخصني كلهم يدارو من الفوق ديال البلاكار. وعاد من بعد ديك الساعه ديال الصيف عاوتاني غيطول تحت ديال البلاكار، حيت ما غاديش نحتاجهم زعما فهاد الاوينه هادي. انا عادي صافي مشى للخدمه، راه هادشي الصباح الله يخليكم، انا كنفيق مع بونبور عادي قال لكم باي باي ومشى للخدمه. انا بديت نجبد في الصبابط ديالي، المهم راه حديت ولا حرج، راه غنقول لكم انا عندي كيقول لي عادي انت راه درتي محل ديال الصبابط صافي، بقى لك تحلي المحل. هو مسكين راه عنده شي خمسه ديال البدلات ولا ما عرفت سته وقاعد دينو. انا فين ما نشوف شي حاجه كنقول الله هادي زوينه كيكوموندي عليا، عاوتاني نشوف شي وحده اخرى الله هادي زوينه عادي عاوتاني كيكوموندي عليا. حتى ولو عندي اش نقول لكم، هادشي راه غير النص. اما الاخرين اللي عندي في الدريسين كاينين شي وحدين اللي مازال ما لبستهم، باقي جداد، باقي في الساشيات ديالهم، كاينين يعني باقي الخير، باقي الخير. مازال شي نهار نجبد داكشي كله وعاوتاني نقادو معاكم. دابا كنيطوي هذاك البلاكار هو الاول. هاد البلاكار كيف ما قلت لكم عندي معاه قصه. هاد البلاكار من الحاجات الاوائل اللي شريناهم منين انا وعادل، يلا بدينا حياتنا زعما اول مره نسكنو بوحديتنا وهذا. هاد البلاكار من الحاجات الاوائل اللي شريناهم، داكشي علاش عزيز عليا. ما صراحة فيا ما نشري بلاكار اخر ديال الصبابط، ولكن هذا عزيز عليا ما بغيتش نحيدو. كيبقى فيا مسكين وعندي معاه قصة، صافي خليتو قلت له ما نبقى ندير فيه الصبابط. المهم راه هو عندي في الدار. ايوا هذا ما كان احبابي، صافي نيطويت تما، نيطويت البلاكار كنردو دابا لبلاصتو باش غادي نحطو كل حاجة في بلاصتها ونطلعو الصبابط باش يتنيطويو. وخليكم على فيديو مشاهدي. المهم هادشي اللي كتشوفونا راه غير نص، باقي الفوق في التريسينغ شحال من حاجه وفي الدروج محطوطين شحال من حاجه اللي لبسناها كطلع للفوق بالغلط كتوقع. هانتوما سمعتوا الصداع، داكشي علاش كندير لكم الضوء في حسن. المهم نطلع بعدا هادشي اللي غيتشمش يتشمش، واللي غيتمسح يتمسح، واللي غيتصبن يتصبن، واللي غيدار ليه البوربو او الطالك يدار ليه من الداخل. خليكم معايا. الصغار كانوا كيخلعونا بوخنشة، ولكن اليوم شفنا حقيقي على ارض الواقع، هذا هو بوخنشة اخوتي. Thank you.
المهم انتم راه زدت مازال وباقي واحد السبرديله واقيله ديالي وجوج ديال عادي باقين في الطوموبيل. هانتوما هادشي كله دابا هاد العرام كله خصو يتقاد، شي غيتمسح شي غيتغسل شي غيدار ليه البوربو شي كل حاجه. وهي هانتوما معايا راه هكاكم مره مره غتشوفوني غدا جايه للكوزينه، كنوجد في الكوزينه وفي نفس الوقت غادي نمسح هادشي كله اللي شفتو. المهم احبابي هانتوما هادو هما اللي دابا صافي بري، هادو كلهم مسوحين ندير لهم الطلك وكلشي بري انهم يهبطوا للبلاكار، وهادو خصهم يتصبنوا. وهادو ديال عادي المسكين، شوفوا عادي شويه كيك ديال سبرديلات. شوفوا انا فكره ما شاركتش معكم هاد لي بوط هادو، وهاد لي بوط هادو حتى هما هادو كدان وهادو كوير. دابي من بعد ما صبنت هادوك السبيبطات اللي خاصهم يتصبوا ونشرتهم كيف ما شفتوا معايا، دابا غادي ندي هادو كاملين للبلاكار لتحت صافي نشفو كلشي ناضي. راه دابا شي ساعتين تقريبا باش مسحتهم وهانتوما معايا. هنا غادي تحطي السيليانه في البارك، ودرت لها تما دوك لي ليغو عزازين عليها، ودرت ليها دوك المخيات اللي كتفرشو لي عزازين عليها باش ما تمشيش ليا لشي بلاصه اخرى، تبقى غير في داك البارك. We'll be right back.
الراس هادي جمعت قدات الصبابي تولو جداد هذيك هذيك الفرده بطاطا روكسي وبقات الفرده ديالها من الفوق هنا هو تنقات الارض كلشي تنقى ايوا دابا نطلعو العده هي البلاصه هادي العده اللي طلعتها هي حتى هاد البلاصه هادي خص عادي نخرج لها بوبيل اليوم ان شاء الله هاديك الميكات هي كنت كلبسها البوسيت باش ميدخلش ليا العجوج من برا تعمر هداك الاكواريوم تا هو غيتلاح